الشيخ مفتي فضل الحق الأميني: لصوت القعقاع بن عمرو في الجيش خير من 1000 رجل. لو يصدق قول أبي بكر الصديق هذا في القعقاع بن عمرو التميمي، فإنه يصدق في هذا الإنسان الذي نحن الآن بين يديه. إنسان نزع من قلبه حب السلامة التي سيطرت على كثير من العلماء في عصره. পুলিশ ডিসি এসপি আমাদের কর্মীদের উপর আমাদের লোকদের উপর যদি কেরা চোখে তাকাও। وقضى حياته كلها في الجهاد والمقاومة والحركة الدؤوبة في الدفاع عن الدين والأمة. وكلما كان الإسلام والمسلمون تحدق بهم المحن وتحل عليهم النوازل، كان هذا الإنسان أول من ينزل في الميدان ويقايم الهجمات. كان آخر حجرة عثر في طريق الإلحاد والعلمانية في هذه الدولة. فلما ذهب هذا الإنسان غرق الشعب البنغالي في فتن وكوارث لا نظير لها في التاريخ. ميلاده: ولد فضل الحق الأميني في أمينبور التابعة لمحافظة برامون باريا عام 45 و19 من الميلادية في بيت كريم. فقد كان والده الحاج واعظ الدين على صلة متينة بالشيخ الرباني العلامة عبد الوهاب البيرجي، فكان مبايعا له. دراسته: بدأ الدراسة في كتاب قريته، ثم دخل في الجامعة اليونسية التي كان آنذاك معهدا إسلاميا معروفا على الصعيد الوطني. وفي عام 61 و19 من الميلادية أدخله أبوه في الجامعة القرآنية الألباد، وسلمه إلى المجاهد الأعظم مولانا الفريد بوري، وقال له: أوقفت ابني هذا على دين الله وفوضت أمره إليك. فكان تفويضا خالصا. تخرج العلامة الأميني في مرحلة التكميل عام 68 و19 من الميلادية، ثم سافر إلى باكستان ودخل في جامعة العلوم الإسلامية بنور تاون، وتخصص في الفقه والإفتاء، وهو من أشرف العلوم الدينية تحت إشراف المفتي ومحدث العصر مولانا يوسف البنوري، ثم جاء إلى الوطن. شغف نادر بالكتب والقراءة، فقد جبل الشيخ الأميني على حب المعرفة والهيام بقراءة الكتب والعيش في محراب العلم والعكوف على المطالعة، وكان يحب العلم لذات العلم. وكم جلس مع الكتاب بين صلاة العشاء فانتهى الليل وأذن الفجر وهو لا يشعر به. هكذا كان الكتاب رفيقا أمينا في حياته يطمئن إليه، حتى كلما كان يصيبه الهم وينتابه المرض يسلم نفسه إلى القراءة فيجد فيها القرار. آثاره في ميدان التأليف: جمع الشيخ في وعائه تأليفات تشهد بفضله وتقر بنبله، ومن بين ما كتبه: القانون الإسلامي دافع للقانون الوضعي باللغة العربية، دروس البخاري للسلف الصالح، طريقة مطالعة السلف، معارف المعراج والإسراء، دروس كربلاء، في سبيل الله، الطالب المثالي، الخلافة والسياسة المثالية، تلاوة القرآن. كيف دخل مدرس ديني في ميدان السياسة؟ إلا أن هذا النبوع العلمي والمآثر الخالدة في ميدان الكتابة يضمحل كل ذلك أمام عبقريته السياسية، ولعل كل ذلك يرجع إلى إخلاص هذا الإنسان واحتسابه. فلم يأخذ السياسة مطية إلى المادة والدنيا، وإنما أخذها واجبا على كاهل المؤمن التقي الصادق مع الله ومع إيمانه، ومسؤولية كبرى تجاه الدين والأمة. ولا غرو، فقد رأى في أيام طفولته ودراسته حركات شيخه مولانا شمس الحق الفريد بوري، ثم دخل في مدرسة السياسة تحت إشراف العلامة محمد الله حافظ حضور. ولما أنشأ الحافظ حزب حركة الخلافة اختار تلميذه فضل الحق الأميني أمينا عاما للحركة عام 81 و19 من الميلادية. إلا أنه لما توفي الحافظ جي ذهبت الركيزة من حركة الخلافة، وأصابها الداء القديم العضال، داء الخلافة والفرقة،
فتمزقت كلمتها وتشتتت شملها. لما ثارت الدولة في قضية الكاتبة الملحدة تسليم نسرين وكتابتها ضد الإسلام وشعائر الدين، نهض الأميني وكون جبهة محاربة الأنشطة ضد الإسلام مع الشيخ الكاتب المشهور مولانا محي الدين خان، ونزل تحت مظلة هذه الجبهة. ومع الأيام تحولت الجبهة غير السياسية إلى الحزب السياسي، وجاء في الميدان باسم الخلافة الإسلامية من جديد. وفي عام 98 و19 مئة من الميلادية شارك في التحالف الإسلامي كأمين عام له، ثم أدى دورا بارزا في تكوين التحالف مع الحزب القومي البنغلاديشي تحت قيادة رئيسة الوزراء خالد زياء عام 98 و19 مئة من الميلادية، ودخل في الانتخاب التشريعي عام 2000 تحت مظلة تحالف الحزب الأربعة، وأصبح عضوا في البرلمان وتولى رئاسة التحالف الإسلامي عام 2004. كيف كان ينظر السياسة؟ تأثر الأميني بثلاث شخصيات هم أكبر الشخصيات الإسلامية في التاريخ المعاصر: العلامة شمس الحق الفريدبوري، والشيخ مولانا محمد الله حافظجي، والشيخ مفتي يوسف بنوري. فجمع بين العلم والربانية والتعليم والجهاد والمقاومة والقيادة والدين والدنيا جمعا يندر نظيره في القرون الأخيرة. فكان يرى أن السياسة للدفاع عن الدين والأمة قبل كل شيء، ومحاربة الفتن والفساد والشر والمنكرات، وأنه سيسأل عن دينه وشعبه يوم القيامة. هذه هي معنى السياسة، وهي السياسة التي خاضها السلف الصالح. آثاره الحميدة في ميدان السياسة. من هنا جاء شيخ الأمين إنسانا مثاليا في التاريخ المعاصر، وكلما أصاب الإسلام شيء كان أول من ينزل في الميدان فيعمل على الجهاد أكثر مما يعمل على السياسة ويدافع عن بيضة الدين. ومن هنا نراه يتقدم في المسيرة الطويلة التي قادها شيخ الحديث علامة عزيز الحق عام 93 و19 مئة من الميلادية إثر العدوان الهندوسي على المسجد البابلي في الهند، فسار في ركاب أستاذه وأدى دورا بليغا في هذه المسيرة. وفي عام 94 و19 مئة من الميلادية، لما هاجمت الكاتبة الملحدة تسليم نسرين على القرآن الكريم هجوما مسحورا، نرى المفتي الأميني يثور وينزل في الساحة ويستنفر الثورة العامة ويقود المظاهرات والإضرابات ويهدد بها ويتوعد، حتى تسلل تسليم نسرين من بنغلاديش ولم تعد إليه حتى اليوم. وفي عام 2000 لما أصدرت المحكمة العليا البنغلاديشية قرارا يفرض الحظر بدوره على الفتاوى الشرعية بجميع أنواعه، ثار الشيخ الأميني قبل الجميع وكاد أن يتفجر، ثم استنفر الرأي العام وجمع العلماء والناس وكون جبهة باسم لجنة تنفيذ القانون الإسلامي، وكانت هذه الجبهة ساحة جهاده طول الحياة. وكذلك رأينا حركاته في قضية السياسة الوطنية لتنمية المرأة التي كانت تتضمن المساواة بين الذكر والأنثى في التركة. وكذلك في قضية السياسة الوطنية للتعليم التي كانت تتضمن المواد العلمانية والإلحادية. هكذا ظل هذا الإنسان ينهض في كل موقف يحتاجه قبل الجميع، وينزل في ساحة الوغى كلما تصيب الإسلام والأمة مصيبة وتحل بها نكبة. وقد عاش أيامه الأخيرة في الحبس المنزلي وتحت مراقبة العيون والجواسيس ليل نهارا. حتى لقي الله وهو في المحجة البيضاء. أما عبقريته في الزهد والعبادة فقد كان مثالا حيا للسلف الصالح الذين عرفوا كفرسان في النهار ورهبان في الليل. بايع الشيخ محمد الله حافظجي ونال منه الإجازة، وكان مشغوفا بمطالعة السيرة النبوية والحديث الشريف، فقد درس البخاري إلى آخر عهده رغم جهاده وحركاته والأعمال الشاقة، وكان يشهد الليالي ولا ينام إلا قليلا، يحييها بالدراسة والتدريس والصلاة والذكر، ويسمع من غرفته صوت البكاء والنحيب المحبوس في نهاية الليل. وكان بكاء يبكي كثيرا في دعائه ويبكي الناس. وفي عام 12 بعد 2000 من الميلادية، في 12 ديسمبر اختاره الله إلى رحمته بعد حياة قضاها في الجهاد وفي الميدان والدفاع عن الدين والأمة، وترك فراغا لن يملأ.
আমাদেরকে আমানত দিয়ে গেছে আমরা জান দিয়ে হলো হুজুর এই লাশকে সামনে রেখে আমরা ওয়াদা করছি এই আমানতকে আমরা যেভাবে হোক রক্ষা করবই করব ইনশাআল্লাহ وقد ترك احلاما كثيره على اكتافنا لم تتحقق في حياته فكان يكرر أهمية الإعلام الإسلامي ودور العلماء في الصحافة ويفكر في فتح مشروع علمي كما كان يركز على المصرفية الإسلامية في العصر الحاضر ويرسم خريطة طريق لفتح مصرف الأمين الإسلامي رحم الله الشيخ الأمين ورزق هذه الأمة من يقوم مقامه آمين.